بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وتجلت حكمته في كل شيء وملا نوره اركان كل شيء واذلت عزته كل شيء وقهرت قوته كل شيء الحمد لله الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وتابعيهم صلاة وتسليما عدد كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مع درة الجمعة في كل جمعة لنا درة من درر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولعل لقاء هذه الحلقة معكم سيكون في الأيام الشريفات في أيام عشر ذي الحجة وتعالوا لنقف أيها الكرام مع حج القوالب والقلوب مع حج الأبدان والأرواح كل عائلة كل بيت كل أسرة بيها واحد يروح للحج خلي يعلمون أن الفرحة للجميع خلي يعلمون أن الخير سيعمهم جميعا وسنطوف معكم باحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن فضل الحج وعن فضل الحاج وعن المثوبه والنعمه والخير والهديه والكرامه التي يتحصل عليها احباب ذلك الحاج كل حاج يروح عند رب العالمين وفي قلب ناس هؤلاء الناس الذين في قلب ذلك الحاج رب العالمين راح يكرمهم سبحان الله يعني تقدر ان تقول ما من عباده يؤديها المؤمن بصدق واخلاص ونيه الا يعود خيرها عليه وعلى من حوله وعندنا من الحديث عن الحديث عن الحج من رسولنا صلى الله عليه وسلم فلو وقف الشعراء جميعا والبلغاء والفصحاء يحدثون الناس بالثناء على الحج ما بلغوا معشار هذا الحديث الذي ساذكره لكم الان بمشيئة الله سبحانه وتعالى أنه خرج من الفم الأطهر من فم رسولنا صلى الله عليه وسلم حديث كله جميل بدايته جميلة ونهايته جميلة ووسطه جميل قصته جميلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الطبراني وغيره جو رجلين واحد من الأنصار واحد من ثقيف يعني ثقفي وأنصاري وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه مع الصحب الكرام وقد, وقد التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى الله عليه وسلم فدخل الرجلان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما سكت حتى تخبراني بما جئتما تسألاني عنه فتكلم الرجلان بينهما فقال أحدهما يا رسول الله أخبرنا نحن عليه جينا ليس من باب الاستخبار ولا من باب اختبار الحضره النبويه ابدا بل من باب زياده اليقين به عليه الصلاه والسلام فقال صلى الله عليه وسلم جئت تسال عن خروجك من بيتك تام البيت الحرام وما لك فيه وجئت تسال عن, عن ركعتين عن ركعتي الطواف وما لك فيهما وجئت تسال عن طوافك بين الصفا والمروه وما لك فيه وجئت تسال عن وقوفك عشيه عرفه وما لك فيه وجئت تسال عن رميك الجمار وما لك فيه وجئت تسال عن النحر وما لك فيه وجئت تسال عن حلاقك راسك وما لك فيه وجئت تسال عن طوافك بعد ذلك وما لك فيه صلى الله عليه وسلم فقال الرجل والله يا رسول الله ما جيت أسأل إلا عن هذه صلى الله عليه وسلم ويبدأ الحديث النبوي الشريف يحكي لنا صلى الله عليه وسلم مو عن ثواب الحج بالجملة عن ثواب الحج بالجزء يعني كل جزئية من أجزاء الحج كل منسك من مناسك الحج يبدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا يا كرام إذا بيتك أكو أحد من أهلك رايح للحج افرح وعيش مع هذا الحديث وتخيل أخوك أبوك عمك خالك الحجي اللي الآن هناك تخيل لهم وافرح لهم بهذا المشهد النبوي الشريف صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله قال إيه والله يا رسول الله حكينا فقال عليه الصلاة والسلام أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام ما تضع ناقتك خفا ولا ترفعه قل إلا كتبت لك به حسنة ومحيت عنك سيئة ورفعت بها درجة وأما سؤالك عن الركعتين بعد الطواف الركعتين اللي يصلوه عند مقام إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم فإنها تعدل كعتق سبعين رقبة من ولد إسماعيل عتق الرقبة يعني إحياء ميت العبيد في زمانهم مثل جهاز يعني الإنسان من يصير عبد كأنه جهاز كأنه بضاعة كأنه قطعة فكل ما فيه كل ما فيه لسيده إذا اشتغل لسيده ما ينام إلا بإذن سيده ما يشرب إلا بإذن سيده إذا اشتغل بين الليل والنهار كل لسيده وإذا أمره يطيعه خلاص كأنه جهاز بيد هذا السيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الركعتين للصلية عند مقام إبراهيم اللي رأي الركعتين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كأنك نعتقد سبعين واحد من ولد إسماعيل يعني من أطهر نسب في الأرض اللي هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأما سؤالك عن طوافك بين الصفا والمروة فإنها تعدل رقبة يعني كأنك أعتقد رقبة وأما سؤالك عن ثواب وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى السماء الدنيا ثم يباهي بكم الملائكة ثم يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي والله لو كانت ذنوبهم عدد القطر أو عدد الرمل أو مثل زبد البحر لغفرتها سبحانه وتعالى ثم يقول تعالى أفيضوا 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 يعني هذه خلاص أفيضوا قد غفرت لكم ولمن شفعتم له مقلنا في بداية الكلام قلنا أنه أنتم قرائب الحاج مستفادين أحباب الحاج مستفادين اللي في قلب الحاج مستفادون أيضا قال تعالى في الحديث عن لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفرت لكم ولمن شفعتم له كأن الله يطلع على قلب الحاج فيعرف الحاج قلبه متعلق بالولد وبالأهل وبالقرايب وباللي و بالدعاء رب العالمين يقول له ذولي كلهم اللي انت جيت دعيت لهم واللي وصوك بالدعاء أنا مشفعت قبلت شفاعتك فيهم وغفرت لهم قد غفرت لكم ولمن شفعتم له وأما سؤالك عن رميك للجمار وما لك فيه فإن لك بكل رمية ترميها كبيره من الكبائر الموبقات الموجبات تغفر لك يعني انت ترجم الرجمه مع كل حصى ايش عندك تقصير مع الوالدين ايش عندك تقصير مع الزوجه ايش عندك تقصير مع الاخت مع البنت كلها هاي تروح مع كل هذه قال واما ثوابك من نحرك فانه مذخور عند الله يعني ثواب النحر ما ينعد واما حلاقك راسك فلك بكل شعرة حسنة وتمحى عنك سيئة فالرجل قام هون الرجل وقف قال يا رسول الله أرأيت إن كانت الذنوب أقل من ذلك يعني واحد ما عنده كل هالذنوب الكثيرة اللي حتى كل هاي المغفرات الكثيرة فقال صلى الله عليه وسلم فإنها تثخر له من الحسنات تثخر له من الحسنات يعني بالضبط مثل ما إنسان يجي على شخص رجل كريم يجي إلى إنسان يقول له هاي مليون دينار هدية فهذا الشخص مطلوب وعشرين ألف مطلوب مئة ألف فيروح يودي المئة ألف يسد الدين بيه وتسعمية فائض هو هذا اللي يصير رب العالمين ينطي مغفرة لكل الحجاج فاللي ذنوبه عشرة اللي ذنوبه عشرين راح تمسح وما بقية يعد من الحسنات يصير فائض فائض من الحسنات ثم ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأما طوافك بالبيت بعد ذلك يعني بعد الأركان وهو يسمى طواف الإفاضة وطواف الإفاضة عادة يؤدى في أي أول أيام العيد يعني الناس في, في الأرض فرحانة بالعيد والحجاج فرحانين عيطوفون أنك نخلص عرفة عيطوفون طواف الإفاضة ثانيا في يوم العيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم روعة هذا الحديث عجيب بدايته حلوة أوسطه حلو نهايته حلوة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام فإن الله يرسل ملكا يضع كفه بين كتفيك يعني أنت وعطوف بالكعبة المشرف طواف الإفاضة فيقول لك قد غفر لك ما مضى فاعمل فيما يستقبل قد فاعمل فيما يستقبل قد غفر لك ما مضى صلى الله عليه وسلم يعني احتفال بهذا الإنسان احتفال وفرح ولو نحن ممكن شوية الله سبحانه وتعالى ينطينا من البصيرة أن نرى الملائكة لرأينا ذلك الملك الذي يضع كفه بين كتفي الحاج يقول له فرح أفراح أفراح وعمل فيما يستقبل فقد غفر الله لك ما مضى صلى الله عليه وسلم هذا جزء من ثواب الحاج ومن ثواب الحاج ومن الثواب الذي يلحق الحاج وأحباب الحاج لأن الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحج تعظيم للشعائر هناك نقطة مهمة في الحج والذين ذهبوا إلى الحج يعلمون ذلك جيدا مناسك الحج مناسك الحج ليس فيها تفسير يعني أخفى الله حكمة تلك المناسك يعني ايش معناتها ان حجر اروح ارجم؟ ايش حجر هذا اسعى الى تقبيله الحجر الاسود؟ ايش هذا الحجر اطوف حوله حجر الكعبه المشرفه؟ ايش معنات هذا الحجر يستلم اللي هو حجر الركن اليماني؟ مناسك الحج، ايش النحر؟ ايش الوقوف في عرفه؟ ايش النزول بمزدلفه؟ تنزل من عرفه لما تروح على الخيام البشر بالشوارع الرجال النساء بالشوارع ما الحكمه؟ الحكمه مخفيه لان الله سبحانه وتعالى يختبر القلوب ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، يعني اذا الولد الاب قال الابن قف على راس الشارع نص ساعه الاب اذا الابن اذا عنده ايمان بابيه راح يقف يقول اكيد خير هي هي معناه الحج من الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فاخفى حكم الشعائر حتى تتوجه القلوب الى رب الشعائر سبحانه وتعالى هذا معنى الحج، هذا معنى فقه الحج، حج القوالب، حج الابدان والأمة الإسلامية جميعا في شرق الأرض وغربها تشترك مع الحجاج بحج القلوب ليش الله سبحانه وتعالى جعله ركن؟ جعله ركن لانه جميع المسلمين يشاركون بالحج، انتم شايفين المسلمين من يجي يوم عرفه كلهم صايمين. شايفين المسلمين لما يودعون الحجاج ولما يستقبل وينتظرون الحجاج بس دي يرجعون لانهم متعلقون، هذا حج القوالب، حج الابدان، اما حج القلوب فلك ان ترسل قلبك الطيق أتحجم مع الحجاج ينوك ابعث قلبك النبي ألف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال لما رجع من تبوك قال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم الصحابة الله يرضى عنهم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يعني هم ما جوا معانا قال صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة حبسهم العذر شركوكم الأجر أخذوا نفس الأجر لأن العذر حبسهم كثير من الناس فقير مريض موافقات ماكو العمر ما يسمح، و و و إلى آخره، يريد يروح للحج ما يقدر، رحت أنت أرسلت قلبك رحت، لذلك هاي الأيام الشريفة، الأيام العشر اغتنموها اغتنموها لتكونوا بثواب الحجاج، اغتنموها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبده من النار من يوم عرفة، يا جماعة ليس الحديث فقط على هالعرفة، يعني في الأرض يعني الإنسان في المغرب في المشرق ممكن أن يعتق في ذلك اليوم ليش رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بالحج بصيام عرفة لأن العوائل كل الرجال النساء الأطفال كلهم يصومون تفاعل مع أهل عرفة تفاعل مع الحجاج لأن بالإمكان في ذلك اليوم الشريف العظيم أطهر وأنزه وأقوى وأعظم وأبرك يوم هو يوم عرفة جل الجلال العظيم يتجلى فيه على العباد ممكن ممكن أن تعتق أنت أيها الإنسان عظموا هذه العشر الإمام النهدي رحمه الله يقول كانوا كان الصالحون يعظمون ثلاث عشرات عشر العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة هذه العشر ذي الحجة والعشر الأولى من محرم لأنه يريدوكم أن تستغلون المناسبات أن تستغلون الزمان أن ترتبط القلوب بالرب سبحانه وتعالى حج القوالب أن تحج بقالبك ببدنك ومعها روحك ومعها فؤادك ومعها قلبك وممكن ممكن يا انسان ان تحج بقلبك، ليس من احد محروم من الحج الا من صرف قلبه عن الحج، اسال الله ان يوجه قلوبنا نحو الحج وان يكتبنا حجاجا وعمارا امين اللهم امين، ختاما اللهم صلي صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته